دعا مراقبون لانتخابات إقليم كردستان الكيانة السياسية إلى عدم التجاوز على الطرق الرئيسة والإضرار بالبيئة والمنظر العام للمحافظات الكردية الأربع. على الكيانات السياسية أن يبتعدوا عن مسألة محاذير تتعلق بالبيئة وبالأخص الجذرات الوسطية، وثانيا علامات الترافيك لايت، يعني أيضا المرور نوه بأن ممكن أن تحصل حوادث بسبب وجود أعداد كبيرة من الصور اللي قد بعض منها تغطي علامات المرورية وإشارات، وهذا لا يجوز وفقا للقانون.